السلام عليكم يا اخواتي. قاعد بقلب في اليوتيوب لقيت مومو جيمر منزل فيديو انه سرق الاكونت بتاعي وبوظه. يعني الراجل اللي اديته الاكونت بتاعي وبنده، فانا قررت النهارده سرقت حسابه بطريقه ما وعرفت اجيب الباسورد والايميل وكل بيانات الاكونت بتاعه. هخليكم تقولوا لي على افكار اعملها بالاكونت بتاع امسلو وبوظ له بيها الدنيا. عشان كده كان لازم انتقم، وبالصدفه لقيت مومو بعت لي الريكورد ده. امسلو، بقول لك يا زميلي، عندي ليك تحدي على 10000 يو سي، عندي ميشن على 20 كيل، لو جبتهم لي هديك ال 10000 يو سي. مستني منك الرد يا زميلي في ريكورد زي. يلا يلا بسرعه، عشان انا لو كده انا اخش اعمل التحدي لنفسي. 5 minutes later. موافق يا اسطى، ابعت الحساب يلا. السلام عليكم يا جدعان، عاملين ايه؟ معاكم امسلو في فيديو جديد. اول حاجه عايزين كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ثاني حاجه يا جدعان، زي ما انتم شفتوا في اول الفيديو كده، انا اخدت اكونت مومو وهنتقم منه. زي ما انت يا اسطى بوظت الايميل بتاعي، انا هبوظ الايميل بتاعك، بس بعد ما اعمل التحدي مش دلوقتي. عايز 10000 شده بصراحه. بس انا حاسك بتضحك عليا يا اسطى، تعرف لو انت بتعمل عليا مقلب. بس يا اخويا النهارده بقى هننزل ايرنجل وهنحاول نطلع ب 20 كيل دمار. قبل بقى الفيديو يبدا احب اشكركم يا جدعان على 90000 مشترك، خلاص احنا رايحين على 100. فبس ما تنساش تنزل تدوس لايك، وصل الفيديو الرايق ده 10000 لايك، وانزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس، مش لاجل اي حاجه، لاجل اللي انت بتفرح. يلا بينا. طب يا جدعان يلا بينا. يا نهار ابيض، مين دول؟ هو انا يا جدعان، هو النزله بتاعتي بطيئه قوي ليه كده؟ حلو حلو بقى، يلا بينا يا رجاله، يلا بينا. الحمد لله اللي هو كمل اجلي، الحمد لله اللي هو كمل اجلي. يا جدعان والله لو ما كانش ملجلج كان زماني، بصوا كان زماني في دنيا الحبايب، بكلمكم بجد والله، انا ما كانش عندي دم اصلا. الحمد لله ربنا استرها معايا. حلو، طلع معاه هيل كمان. حلو يا جدعان، كده تسخينه بخمس كلات. بص يا صاحبي، دي استفتاحه، يلا بينا بقى. حلو يا جدعان، اللي هيدور كالاتي، ان انا بصوا اي فايت بيبقى في البيوت دي انا بخسرها بصراحه، فاهمين؟ فانا مش عارف ايه اللي هيحصل بصراحه، بس اللي هيحصل اللي انا مش عايز اروح البيوت دي اللي هي المباني اللي على اليمين دي. هيجي لي واحد بشوت جن، فاهم انت؟ يبص لي كده وميت، قمه الحزن. حلو يا جدعان، فانا في دماغي حاجه كده، ويا رب بس تمشي. شوف يا جدعان، انا مش عارف هو في حد هنا ولا لا بصراحه، عشان ما اكونش كذاب يعني، بس يا رب ما يكون في حد يا رب. ان شاء الله يا جدعان في اخر الشهر ده ومغير ابو ضحكونا كده. بصوا هوريكم الدراما اللي بجد بقى، امصر له الدراماوي يا جدعان، هيرجع من تاني. بصوا يا جدعان، كان زمان كان جوايا روح لعيب صغير كده، ثواني بس ايه اكمبر واحكيها لكم. زمان كان جوايا روح كده اسمها ايه، روح امصر له الدراماوي. كان كده يا جدعان، امصر له لما يحب يخش جيم ويكسب كان بيكسب، بيقول يا جدعان هطلع من الجيم ده ب 20 كيل، يقوم طالع من الجيم ب 20 كيل. يا جدعان انا هنزل افضي الخريطه، يقوم مفضي الخريطه. دلوقتي يا جدعان امصر له ده بقى فيستك، ما بقاش شغال خلاص، بقى عطلان. والسبب ابو ضحكونا، والله والله السبب مني، ابو ضحكونا ده اللي عرفني في عيشتي. حلو الان انا هدي واحده الحمار المتهور. حلو، المفروض في ناس هنا. شفت يا جدعان فيكتور الغدار يا جدعان؟ ايه ده؟ ومين اللي قتل مين؟ ما اتسرقتش؟ ما اتسرق، ايه له على الفقر؟ في بقى ناس هتبش عليا دلوقتي، تمام؟ عشان كنت بحاول اسرق الكلايه بصراحه. طب يا جدعان ابش ولا ما ابشش؟ اديها واحده الحمار المتهور ولا لا؟ هديها واحدة الحمار المتهور. لا لا لا، هرجع 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 يا جدعان، ولا خلاص يلا بينا.
طبعا اديتها الحمار المتع... يا قلبي يا جدعان بقى. لا 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 مش هقدر. لا لا بجد بجد يا جدعان مش قادر. لا بجد لا بجد انا راح اخسر وشي واجي يا جدعان. انا قلبي هيقف قلبي هيقف. ليه يا اسطى كده يا اسطى؟ يا اسطى ليه كده يا اسطى؟ ليه يا اسطى كده يا اسطى؟ يا اسطى انت اسمك انت كنت هتموتني. انت اسمك ايه يا اسطى انت؟ ليه يا اسطى عملت فيا كده يا اسطى؟ يا اسطى انا كنت هموت بسببك. انت شفت يا جدعان ببش على الولا قتلته طلع لي ده من حيث وتدري كده السربرايز فاهم انت؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ايه يا اسطى داخل تحدي؟ تعالى امسك يا اسطى امسك. شوف بقى صاحبي انت كده دخلت السرور في قلب مسلم. بص هو دلوقتي بص في قمه السعاده. بص حتى هو مبسوط اهو. بص على بص مبتسم. ايوه يا جدعان ننزلوا بوشينكي ارض الاخصام. شوفوا يا جدعان بقى انا هنزل ومش هحل. بوشينكي دي بتاعتي ارض الاخصام بتاعتي يا جدعان. كل دول هيتعدوا. بص بصوا يا نهار ابيض ده في واحد نزل معايا بعربيه. حلو يا جدعان حلو. سلاح بقى سلاح. بصوا اللعبة بس مش عارف اللعبة بتسقط فريمات ليه كده. بس عايش كده اول كلية نوك فينيش على السريع. عايز بقى انا هيل واظبط حالي بصراحة. بس انا هعدي بسرعة واروح الوت البيت ده. اكيد البيت ده فيه لوت حلو. بس انا عايز اي حاجة غير اليوم بيه ده يا جدعان. اليوم بيه ده بتاع كلبابات مش بياكل عيش. فينش يا اسطى فينش يا اسطى على طول يا اسطى. ده مومو. طب استنى استنى فينش يا اسطى. تعالى بقى انت كمان تعالى. تعالف يا اسطى ما تقدرش بالله. ايه يا اسطى؟ تشينو يا عم. ايه؟ انا تشينو. تشينو؟ مين يا اسطى تشينو؟ لا يا اسطى انا مش مومو يا اسطى، انا صاحب مومو. عارف امسورلو يا اسطى؟ يا اسطى انا صاحب مومو. انت عارف امسورلو؟ يا عم صاحب مومو ابن مصر والرجاله. يخرب بيتك حتى صاحبي انا لايف يا اسطى برانك عيب. يا جدع طب انا بصور لليوتيوب دلوقتي والله يا عم ما اعرف يا عم. والله ما اعرف. والله خلصان. طب بقول لك ايه؟ طب هقول لك على حاجه حلوه قوي. لا 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 استنى بس الاول صاحبك انا تعالى معايا. تعالى معايا عشان عندي تحدي 20 كيلو وبتاع. يا عم بقى مين ده اللي هيبان؟ هتبند والله هتتكل على الله ونتقابل في الاخر. يلا بس خلصانه ماشي خلص. طب يا جدعان يا رب اكون عارفه عشان تقريبا مش فاكر الاسم ده بس باذن الله اكون عارفه يعني. طب يا جدعان هو الموضوع بصوا مش ماكل عيش بصراحه فهنطلع فوق الكنيسه واديها وضعيه استعداد هنا؟ لا والله لا 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 مش هديها وضعيه استعداد يا جدعان. طب يا جدعان هو مفيش حد؟ الو حلو يا اسطى الكلام ده. شايفك يا اسطى بص شفتك 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 بقى يا اسطى. عايزك بقى ايه تاخد الامان كده وتيجي يا اسطى. تعالى تعالى لقلب اخوك يا اسطى. يا ابني دمه تفه دمه تفه دمه تفه هينط لك من ورا. تعالى رب جاي جاي بوش على اللوبي على اللوبي على اللوبي يا اسطى على اللوبي يا اسطى على اللوبي. ايه يا رجاله مش عارف تبوش عليا كده يا رجاله؟ ايه يا رجاله ما انتوا كنتوا بتتكلموا. ماشي يا رجاله. سلطان يا زميلي لوحدي حمله من الاخر. حمله ولا مش حمله يا جدعان؟ من الاخر انا اتوترت خلي بالكوا. بصوا كنت قلبي هيقف اقسم بالله كده. دي عوده امسورلو الدرعماوي بجد بقى كده. امسورلو الدرعماوي عاد مره اخرى. فاضل 22 واحد وانا جبت 4 كيلات بس. يا لهو على الغباء. يلا يا عم يلا بسرعه يا جدعان. في واحد ريندر بصوا بيقول لي في كتيبه جايه اهو. هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انا مش فاهم حاجه.
انا والله ما فاهم اي حاجه. يا شباب يا شباب على سكول يا حبيب على سكول على سكول يا غالي يلا بينا. بصوا يا جدعان سكول دي ديتها تلاقي سلاح الموضوع خلص، بس الاقي سلاح بس. حلو يا اسطى كل دول نازلين معايا وهنزل البيت الكبير وان شاء الله الاقي سلاح باذن الله سلاح يا رب يا رب. نزل على شوت جن ولهوي مستعيب يا اسطى. بس يا اسطى انا معايا مسدس بس نينجا. طب اي حاجه اي حاجه بتضرب نار اي حاجه بتضرب نار. يلا لا مؤاخذه يا اسطى الله جدعان بقى انا معايا دبل شوت جن ومش بقى على حاجه. بقول لك يا اسطى بالله عليك ما تطلع بالدي بي اس يا اسطى عيب عيب يا اسطى. هات بقى الدي بي اس ده يلا بينا. حلو الدغدغ بس ما جبتوش يعني. بصوا يا جدعان الجيم ده بتاعي ماليش دعوه ماشي تتنططوا بقى تكمبروا الجيم ده بتاعي. حلو يا اسطى كنت عايزك تبش اصلا يا اسطى. تعالى بقى يا اسطى اطلع. ايوه اطلع. لا لا مش هنا يا اسطى انا فوق الدور اللي فوق. تعالى اطلع يا اسطى اطلع. موت بقى موت بقى موت. يلا يا جدعان الجيم ده بتاعي يعني بتاعي يلا. بس هي يا جدعان نينجا نينجا ولا مش نينجا نينجا. طب يا جدعان انا برضو مصمم ان الجيم ده بتاعي وانا هلعب هولد بصراحه مش كمبره يا جدعان عشان لو يعني بصوا في السولو سكواد مفيش حاجه اسمها كمبره اسمها بصوا لا اما هولد لا اما حوار متهور فانا مش عايز ابقى حمار متهور. يلا بقى واحده حمار متهور يلا بينا. لا مؤاخذه يا اسطى لا مؤاخذه اي ام سو سوري ماي فريند. حلو يا جدعان دلوقتي في ناس هنا بصوا للصبح. حلو يا جدعان دلوقتي بص اللي اتضح كالاتي ان في سكواد تاني جه وفي ايه دو في البيت اللي هو ايه مع حاله ده فاحنا نلعب هولد برضه فانا لازم العب هولد مع ان انا مش واثق اللي انا بعمله ده والجيم بيروح بس انا مش عارف بصراحه بس انا لو بشيت هموت والله انا عارف. لا انت ايه السلاح هيخلص مني وانا لسه ما عملتش اي حاجه. ابلع يا اسطى ابلع يا اسطى يا جدعان عاش والله والله العظيم دي عاش يا جدعان عاش. اه يا جدعان النهارده امسله مش هقول ملك الشوتجن حلو بس بيعرف يلعب بالشوتجن صح 8 كيلات بالشوتجن يا جدعان. اه يا جدعان انا مش عارف كل من ساعه ما الولا ده خضني في المطار وانا كل ما اموت قال يعني بيجي لي صداع في دماغي كده احس دماغي ديب ديب بيجيب. عارف انت لما تبش كده وقلبك يقف نفس الاحساس والله انا مش هتخلى عنك دي بي اس يا قلبي انت من النهارده صديقي. حلو يا جدعان تعالى ناخد بقى العربيه ونشوف العيال دي راحت فين. ايوه يا اسطى بوش يا اسطى. حلو يا جدعان انا جبت مش عارف كام كلايه. لازم ابوش بقى دلوقتي.
يلا على اللوب يا اسطى. نيد الاول قبل ما نبوش، تمام؟ نديها نيد بعد كده نبوش. اكبر غلطه انا عملتها، اكبر غلطه يا جدعان انا عملتها فعلا، ان انا فتحت سكوب. انا اتوترت وللاسف انا فتحت سكوب. انا غبي، انا ايوه انا غبي. انا ما كانش ينفع افتح سكوب خالص، ولا كان ينفع البوشه اللي انا بشيتها دي. بصوا انا جبت واحد والتاني، وكان في الوادي التالت اللي هو ده، كان كده خلاص، وكان هيبقى معايا 16 كلايه كمان. يلا عاش يا جدعان عاش. انا غبي. ده انا بص، ده انا حمار، ده بصوا هجلد ذاتي من هنا للصبح، انا هجلد ذاتي. بس يا زميلي كانت دي كل حاجه في فيديو النهارده. للاسف انا اتغبيت في الاخر، بس عملت لقطات حلوه. اهم حاجه بس ما تنساش تكون تحت مشترك ومفعل زر الجرس. كان معاك هوك مسولو، ان شاء الله اشوفك في الفيديو الجاي. سلام عليكم.